في مطلع سورة النساء يقول رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا هذا كلام سابق لزمانه بقرون طويلة، ما كان أحد يتخيل أن هذه البشرية كلها تنتهي إلى نسب إلى نفس واحدة. وحتى إلى يومنا، يعني في زمن التقدم العلمي الذي نعيشه، كثير من العلماء الغربيين لا يتخيل أن قصة آدم وحواء قصة صحيحة، يعني ينكرون ذلك تماما، ويعتمدون في إنكارهم على تعدد الأجناس واختلاف الألوان واختلاف اللهجات واختلاف الطبائع، فيقولون لا يمكن أن يكون هذا كله من أصل واحد. ولكن بعد قراءة الشفرة أو الشفرة الوراثية للإنسان اتضح للعلماء شيء عجيب. أولا، التشابه الشديد في تركيب الحمض النووي الذي ترسم به أو تكتب به الشفرة الوراثية. الحمض النووي. نعم. الحمض النووي يعني يتشابه فيه الخلق 99.9% ويختلفون في 0.1% فقط. فاندهش الناس، يعني هذه 0.1% تعطي لكل فرد من البلايين التي تملأ الأرض الآن، 6 بلايين نفس تملأ الأرض الآن أو يزيد، البلايين التي عاشت وماتت والبلايين التي ستأتي من بعدنا، تعطي لكل فرد من هؤلاء شفرة وراثية أو بصمة وراثية تميزه عن غيره، وهذا مما يوحي بطلاقة القدرة الإلهية. الأمر الثاني، أن العلماء لاحظوا أن الكروموسومات أو الصبغيات أو حاملات الوراثة التي هي أشياء دقيقة للغاية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تنقسم فتكرر ذاتها. فيقول العلماء الآن إذا عدنا بهذا الانقسام إلى الوراء مع الزمن، فلا بد وأن تلتقي شفرات كل البلايين العايشة النهاردة والتي ستأتي في المستقبل، تلتقي كلها في شفرة واحدة كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام. ولذلك هذه الإشارة في مطلع سورة النساء: الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر معجز للغاية يعترف به العلم بعد قراءة الشفرة الوراثية للإنسان، أن البشرية كلها جاءت من نفس واحدة. كانت الشفرة الوراثية عند أبينا آدم عليه السلام تحمل جميع صفات البشر حتى تقوم طبعا مش بس الصفات، تحمل شخصيات الناس، يعني تحمل كل البشر مش بس الصفات. ولذلك القرآن الكريم يقول فيها رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم رد الحق تبارك وتعالى بقوله: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فكل الخلق الذين عاشوا وماتوا والذين يملؤون الأرض الآن والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا كلهم في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه في عالم الذر. نعم. فهذه الإشارة الحقيقة إشارة معجزة، وهي من آيات الله، اختلاف الأشكال والألوان. لا، هذه طلاقة القدرة. سبحان الله. نعم نعم. لكن يقول الذي خلقكم من نفس واحدة، أمر معجز جدا، يعني من كان يعلم هذا على يعني قبل 1400 سنة؟ من في العالم خلق يعني منها زوجها، خلق منها زوجها، كما خلقت دلي من 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 أمها، خلق ربنا حواء عليه السلام من آدم عليه السلام. استطراد جانبي، هل تسمح؟ هناك من يقول أنه آدم ليس آدم الأول، آدم أبونا عليه السلام، ألم يقل العلم كلمة في هذا الموضوع؟ والله طبعا قيل كلام كثير إسنادا إلى الآية القرآنية الكريمة التي جاءت في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا بعض العلماء استشف من ذلك أو وضع السؤال: هل هناك إمكانية خلق لخلق قبل آدم عليه السلام؟ لكن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونصوص القرآن الكريم تؤكد على أن آدم عليه السلام هو أبو البشرية، وهو أول إنس مكلف حامل لهذه الرسالة، ولم يكن هناك بشر قبل آدم عليه السلام، لكن كان هناك خلق طويل من الحيوانات والنباتات قبل آدم، لأن أقدم أثر للإنسان على الأرض يرجع عمره إلى 3800 مليون سنة، وأقدم أثر للإنسان لا يتعدى 100,000 سنة. رقم بسيط. نعم نعم.
وهذا مصداق لقوله تعالى إني خالق بشرا من طين. نعم. يعني نعم. حتى لو كان في بشر قبل آدم لا نص أو لما قال إني خالق بشرا من طين. نعم. نعم. نعم.